مظهر يعني، بس شوف الفرق بقى يا حاج. لما تيجي تبص هنا اهو فوق هنا النور في النص، ده في النص وده مش في النص، لكن هنا تحت في النص وفي النص. لما احنا نشوفه هنا في الطبيعه حتى الكاميرا بتاعتي في كل الزوايا حضرتك بتدققي على العميل يعني. خليكي بص على الفلاش بس، اهم حاجه خليك انسي بقى الوش والكلام ده، دايما هتلاقي النور ماشي مع بعض يعني الناحيه اليمين ماشي معاك. بص لي يا يوسف كده، ده كويسه في النص، في النص خالص الاثنين الحمد لله. شيز لا زي الفل والله جميل. الله يا يوسف يا سلام، دي الصوره بتاعتنا وهي حلوه. يلا يلا الصوره معايا كده. لو عندك او عند اي حد يهمك مشكله في عينيه ما تترددش تتصل بينا في طبيبي